أصدقائي أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز. النهاردة الحلقة بتاعتنا مميزة جدا، حلقة كلكم هتقعدوا تسمعوها لازم تشوفوها، وكمان علشان ضيوفنا النهاردة ضيوف مميزة جدا، دايما بيشرفني في كل الحلقات، ودايما الحلقة بتبقى بتاعت الدكتورة داليا بتبقى مميزة جدا، لأن دايما بنتكلم على حاجات جديدة، ودايما بنتكلم على موضوعات بتشد وتجذب كتير من المشاهدين. النهاردة هنتكلم معاها في الجزء الأول عن إنجازاتها، عن العروض الجديدة، وبعد كده هتشاركنا كمان في موضوع مهم جدا محدش يروح مكان تاني، لأن معانا النهاردة الدكتورة داليا أبو المجد عضو مجلس إدارة شركة دي دي اي والمدير التنفيذي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أنا شخصيا وكل المشاهدين وكل كمان العاملين في قناة صح وجمال بيبقوا مبسوطين وأنت معنا. ده شرف ليا، ده شرف ليا أنا معاكم. النهاردة أنت عاملة لنا عروض جديدة، والنهاردة الحلقة بقى طويلة وهنتكلم في حاجات كتير إن شاء الله. فهنبتدي أول حاجة بinmصر.com. inmصر.com الفترة اللي فاتت جالنا مكالمات كتير، وجالنا ناس كتير بتعمل حاجات مختلفة وهم فاكرين إن هم ممكن ينضموا. يعني في سيدة من مدينة الخنكة بتعمل فطير مشلتت وبتعمل مصنوعات يدوية، واتصلت بيه أكتر من مرة علشان عايزة توصلك علشان تعرض معاكم. طيب ده اهلا بيها. عايزك انت توصلي لها رساله، لان بجد بقالها من اخر مره حضرتك كنت موجوده معنا تتصل بينا كتير. اولا انا ان شاء الله بعد الحلقه هاخد رقمها من حضرتك وانا اللي هتواصل معاها شخصيا. ثانيا احنا بنشجع السيده، اي ست عايزه تشتغل او السيده المعيله او اي حاجه، احنا بنساعدها انها تعرض منتجاتها عندنا وبرده بدون مقابل. تمام، فطبعا اهلا بيها واهلا باي ست بيت عايزه تشتغل من بيتها وما تطلعش بره بيتها، احنا بنساعدها. دي الفئه دي. في عندي بقى مجموعه من العروض الثانيه، دكتوره غدير الصالح من الكويت، فنانه تشكيليه كبيره جدا عايزه تعرض لوحاتها. تمام. ومجموعه كبيره بقى من الدول العربيه اهلا بيهم، دول بيتواصلوا معانا عايزين يتواصلوا مع حضرتك مباشره علشان يعرضوا اللوحات بتاعتهم في الموقع، فتقولي لهم ايه؟ اهلا بيهم، واحنا بنرحب باي حد عايز يبقى معانا، بيبقى شرف لينا ان هم بينضموا لينا، لان احنا هدفنا هم، فان هم يكونوا بيسعوا ان يبقوا معانا ده حاجه بتبسطني وبتسعدني، ان احنا الرساله اللي احنا عايزين نوصلها وصلت للناس. اصدقائي انا عايز اقول ان الكلام اللي انا بقوله للدكتوره داليا هو مفاجاه ليها على الهواء. تمام. نكمل بقى عرض. طيب انا عايزه اقول لهم على حاجه قبل ما نقول عشان كلنا نركز، هنطلع فاصل تمام ونرجع على طول. اوكي اتفضل. أصدقائي رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنشوف ايه العرض الجديد اللي بيقدمه موقع inmصر.com من الدكتورة داليا أبو المجد. اتفضلي يا فندم. ان شاء الله من نص مارس في فكره جديده عاملينها هنطبقها على كل الناس، اي حد عايز يبقى معانا في على الموقع يكون بيسوق معانا يبقى سيلز، بس هيبقى سيلز من بيته مش سيلز معانا في الشركه. الفكره كلها ان احنا اي حد عايز يشتغل سيلز هنديله كود، الكود ده لو هو قدر يبيع حاجات من على الموقع بالكود بتاعه احنا في السيستم ده بالنسبه لنا حجم مبيعات لكل حد اخد كود. حلو. الكود ده بالمبيعات بتاعته بتتحول لبوينتس، البوينتس دي احنا هنحولها لارقام فلوس، فهو هيبقى بيسوق في اي حاجه اي حد بيشتريها من طرفه بالكود بتاعه هو بياخد عموله بيع. ليه هو فلوس كل حلو. شهر. حلو ده. فكل حد هيعمل نسبه مبيعات، كل ما تعمل نسبه مبيعات كبير هتاخد فلوس اكتر. تمام. وانت كده مش هتتكلف اي حاجه، انت بس هتاخد الكود هتبدا تسوقه لنفسك، اصدقائك، اصحابك، المحيطين بيك، اي حد هيشتري حاجه من على الموقع بالنسبه اكن كده يعني السيلز مان في اي شركه هو بيروح يعرض المنتج وبياخد عموله بيع. تمام. احنا عاملين ده اونلاين، الكلام ده مش للشباب بس، الكلام ده لست البيت، لأي حد عايز يشتغل، أي حد ما فيش فرصة شغل لقيها عايز يزود دخله، حتى شباب الجامعة اللي عايزين يشتغلوا عشان يساعدوا نفسهم في الدراسة. طبعا. كل ده متاح، احنا ما عندناش حد معين ينفع يدخل معنا أو لا، أي حد هيعمل ده هيتحول كل الأرقام لأرقام ليه هو. يعني دي فرصة لكل الشباب اللي بيسمعونا وكل الناس اللي بتسمعنا مش الشباب بس،
ان انت ممكن تشتغل لو ما عندكش وظيفه، انت تشتغل من البيت، انت تخش على الموقع وتسجل. طبعا كل ده هنعرفه في الفتره اللي جايه، ازاي يخش على الموقع وازاي يسجل وازاي ياخد كود بالظبط. كويس بالزبط. فالحلقات اللي جايه ان شاء الله دكتوره داليا موجوده معانا على طول، هتقول لنا في خلال نص الشهر قبل 15/3 قبل 15 مارس ان شاء الله، ان شاء الله ازاي نقدر ان احنا نخش، بس نجهز نفسنا نخش نتفرج على الموقع. ازاي نخش الموقع دلوقتي ونتفرج عليه وانا اشترك فيه ويبقى يوصل لنا كود جديد؟ هو بيكتب inmisr.com، بيدخل على لا بالانجلش ان اي ان ومصر ام اي اس ار دوت كوم. تمام. وبيطلع له الصفحه، حتى هو لو عمل على جوجل ان مصر بالعربي برضه هتطلع له. تمام. مفيش مشكله خالص، او ما بتطلع الالوان اللي موجوده بالظبط. هي دايما احنا عندنا الصفحه مميزه بعلم مصر. تمام. فهو بيسجل في التسجيل، هو بيختار عايز يدخل يشتري ولا يبقى تاجر. تاجر معانا ده اللي هو عنده منتج عايز يعرضه. تمام. بيخش يسجل معانا. بعد ما بيسجل احنا بنشوف التسجيل بتاعه وبعدين بنتواصل معاه وبنعمل له اكتف من عندنا. طبعا. وكمان احنا الموقع عنده عندنا بيتيح له داشبورد. الداشبورد دي عباره عن صفحه على شاشه اللابتوب كمبيوتر اي حاجه بيستخدمها، بيطلع له كل بياناته بكل منتجاته. طبعا. بكل حاجاته، بالاسعار بالمقاسات بكل الحاجات. طبعا. ليه احنا عاملين له كده؟ احنا سايبين له حريه الاختيار ان هو يدير منتجه بنفسه. هي. بمعنى انا عايز اعمل ديسكاونت، عايز انزل عرض جديد، عايز انزل منتج جديد، عايز انزل صوره جديده، كل ده هو بيعمله لنفسه اكنه مشروعه بتاعه الخاص بيه. تمام. بس هو عندنا. تمام. تمام. بعد ما بيعمل كل الكلام ده احنا بنشوف الاول كل الداتا اللي حاططها وبنقول له اكتف وبنرفعها له على طول على الموقع عندنا. اصدقائي انتظرونا الفتره اللي جايه ان شاء الله في الحلقات اللي جايه، ازاي هنقول ان انت تشترك ويبقى ليك كود، ازاي انت تقدر تشتغل في المكان ده في الموقع ده، وتقدر ان انت من البيت تقدر تحصل او تجيب فلوس ليك او تقدر انت تكسب، وده مش عيب. احنا كلنا لازم نحاول نلاقي فرصه، الفرصه جت لنا لغايه عندنا، احنا على طول موجودين على السوشيال ميديا، يعني مش هيكلفك كتير ان انت تخش تتفرج تبيع تكسب من خلال موقع inmisr.com. اصدقائي احنا هنطلع فاصل، معانا صديقتنا الطباخه زينب زوزه عامله فقرات للطبخ عايزين نشوفها، هنطلع تقرير وان شاء الله هتبقى موجوده معانا في حلقه من الحلقات، نطلع تقرير معاها ونرجع تاني للفقرة التانية في البرنامج معانا دكتورة داليا معانا وضيوفنا الجمال اللي هيبقوا معانا، وهنتكلم على موضوع مهم جدا. انتظرونا بعد التقرير على طول وهنرجع لكم، ما تروحوش مكان تاني. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي انا معاكم زينب محمد، اسم صفحتي على فيسبوك الصفحه الشخصيه زينب محمد رضاك يا رب. صفحتي العامه على فيسبوك مطبخ زوزه وصوره شيف. اليوتيوب باسم مطبخ زوزه وصوره شيف، بس مش صورتي يعني صوره شيف، الصوره اللي بتظهر دلوقتي اللوجو بتاع القناه. احب تشرفوني على قناتي على يوتيوب، ودي بعض حاجات كده بسيطة كده من القناة، لقطات كده بس مش كل حاجة. ادخلوا شوفوا القناة بنفسكم وتفرجوا، ولو عجبتكم القناة اعملوا اشتراك. والسلام عليكم.